فارقت طفلة سكينة حسين الحياة بعد ما دهورت حالتها الصحية في مستشفى القطيف المركزي. طفلة سكينة اتجهت لمستشفى القطيف المركزي للعلاج من التهاب في الرئة، وقرر الطبيب وضع مغذي لها، ونتيجة عدة محاولات فاشلة من قبل المستشفى في تثبيت إبرة المغذي في يدها اليسرى تسبب ذلك في حدوث جلطة في يدها. قام الأطباء في المستشفى بإجراء عملية في يدها لمحاولة علاج الجلطة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ودخلت العناية لمدة 3 أسابيع، وطورت حالتها وأصبح علاجها مستحيل زي ما ذكر أهلها. وانتهت قصة الطفلة سكينة بإرسالها إلى أحد مستشفيات مصر، ومن ثم تم بتر جزء من كفها. ينضم لي من المنطقة الشرقية المتحدث باسم المديرية الصحية أسعد سعود. أهلا أخوي أسعد. هلا حياك الله. من المتسبب في الخطأ الطبي هذا اللي تعرضت له سكينة؟ بداية يعني الحقيقة أتقدم بشكر والتقدير لقناة الأخبارية وتحديدا برنامج الراصد على دوركم الإعلام الوطني المميز، ونعتبركم الحقيقة شركاء معنا في خدمة المرضى. ورغبتي يعني الحقيقة في إيضاح ملابسات وفاة الطفلة سكينة، وتأكيدا للشفافية اللي تنتهجها المديرية العامة للشؤون الصحية، وتبيانا الحقيقة يعني للحقائق بشأن هذا الموضوع وما أسفرت عنه نتائج اللجنة اللي حققت في الحالة واللي أوضح التقرير الطبي للطفلة سكينة. المديرية الحقيقة تحب يعني تبين في بيانها ما يلي. صحة الشرقية الحقيقة تؤكد على أن يكون سير خدماتها العلاجية ضمن معايير متطورة، وما راح تتهاون مع أي ممارس صحي يقصر في الأصول الطبية والتمريضية ويعرض حياة المرضى للخطر. بشأن قضية ابنتنا الطفلة سكينة يعني 6 سنوات الله يرحمها، يجدر التوضيح حقيقة هنا أن حالتها معروفة بمرض التكيس الليفي الرئوي، وهو وراثي يسبب خلل وظيفي في الرئة والبنكرياس وأعضاء أخرى من الجسم، ويمر من خلال المصاب بهذا المرض إلى تغيرات مرضية ويتعرض إلى نوبات التهابية متكررة. أستاذ أسعد لو تسمح لي. نعم. أنا ما أبغى قصة مرضها، أنا الآن أسأل عن الخطأ الطبي، مين كان متسبب في وفاتها؟ الحقيقة يعني حتى يتم تقييم وقوع الخطأ الطبي من عدمه لابد من القيام بآليات تعامل متعلقة بشكل أخطاء طبية تتطلب التحقق ودقيق والتحقيق واستقبال يعني الشكوى والاطلاع على مضمونها، و تمت إجراءات الحقيقة يعني على هذا الأمر، وأحيلت القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بحكم اختصاص للنظر فيها حتى من خلالها يصدر القرار الشرعي المناسب حيال بمشيئة الله. ما صدر القرار الآن؟ ما صدر. أنا إذا يعني أذنت لي بس يعني أشير إلى تسلسل حدث معين. أنا اسمعني أستاذ سعد، أنا أقول لك أنه كل التقارير تقول أنه بسبب إبرتكم اللي أعطيتوها إياها وكانت بالخطأ جهة تجلط، يعني بسهولة. أنا رجل ما أفهم بالطب، لكن أنا أفهم أنه بسبب إبرتكم البنت ماتت. طيب عند هذه النقطة ووقوفا يعني لدواعي بتر أصابعها، نود أن نبين أستاذي أنها كانت عرضة للإصابة بتخثر الدم يعني أدى إلى أصابتها بانسداد في الشريان المغذي لليد اليسرى، أدت إلى موت الأصابع استئصالها. طبعا هذا قبل نحو 4 شهور. تقدم زويها ببلاغ شكوى بتاريخ 15/7 يتهمون مستشفى القطيف المركزي بالتسبب في بتر كف بته. على الفور يعني صدر توجيه لإجراءات لازمة حيال علاجها العاجل، وإجراء متزامن بدأت إدارة المتابعة الفنية بالتحقق والتحقيق في موضوع الشكوى مع المدعي عليهم، وتم اتخاذ اللازم بعد الانتهاء من التحقيق، وعرضت جميع الوثائق المتعلقة بالشكوى على لجنة استشارية حسب الاختصاص حتى يستدل برأيهم حول الإجراءات الطبية والأصول العلمية. الآن هي جلست 3 أسابيع بالمستشفى ولا لا؟ جلست 3 أسابيع في العناية المركزة، ليش ما أرسلتوها لبرا؟ ليش ما رحتوا وديتوها تخصصي في الرياضة وفي جدة؟ ليش جلست 3 أسابيع عندكم في المستشفى، في مستشفى القطيف؟
هي الحقيقه جرى التنسيق مع مستشفيات عده لتقديم الخدمات العلاجيه طيب. اللازمه في عدد من المستشفيات. ايه لانها يعني الحقيقه بعد عودتها يعني، وهذا تحديدا ابي اشير الى نقطه انه قبل 6 أيام من وفاتها وكان تحديدا بتاريخ 19/10 يعني انقلت سكينه الله يرحمها المستشفى، كانت مصابه بنوبه يعني صعوبه في تنفس وكان حاد جدا وعندها كان التهاب رئوي، واعطيت العلاج المناسب والرعايه المعتاده لمثل هذه الحالات. طيب انت يعني طيب انتوا راجعتوا مستشفيات، طلبتوا من مستشفيات انها تستقبل سكينه ورفضت؟ لا الحقيقه ما تم الامر هذا، احنا طيب. الخدمات العلاجيه اللي عندنا كانت اصبر معليش، مستشفى القطيف على عيني وعلى راسي، لكن هل هو يعني بمستوى مستشفى الملك فيصل التخصصي على وضع الطب اللي كان؟ طبعا لا بمستشفى. طيب ليش ما ارسلتوها؟ ليش ما ارسلتوها؟ تم الحقيقه التنسيق في هذا الامر طيب. لكن رغبة من ذويها بادر والحقيقه في الذهاب الى المستشفى ايه؟ وقدمت لها الخدمات العلاجيه. يعني أنا ما فهمت إلى الآن، هل أنتوا كلمتوا مستشفيات ورفضت، ولا هل اللي رفضوا أنهم يرسلون هالمستشفيات متخصصة؟ الحقيقة الخدمة العلاجية كانت عندنا هو نظرا لوضعها الصحي كانت متوفرة عندنا، ويعني وكان بالإمكان تم تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لها. بسألك سؤال كأب أنا عام أتكلم معك الآن، هل لو كانت بنتك أنه بتقول الخدمة العلاجية في القطيف في مستشفى القطيف بتكون أفضل من التخصصي؟ أنا أسألك بالله الآن، اسمعني أسألك أنا بأبوتك الآن، تقبل أن بنتك تبقى في المستشفى ما ترسل على وضعها؟ حقيقة أنا يعني هو طبعا أكيد كأب الآن في وضع كل ولي أمر عند حالة مثل حالة سكينة الله يرحمها بيبادر في كل الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة. أنا أسألك لو سمحت أنت من اليوم قاعد تجاوبني من ورق قدامك، أرجوك جاوبني الآن كأب بدون ما تهرب، إيه أو لا؟ إي نعم. ترسلها صح؟ نعم صحيح. طيب ليش ما أرسلت بنت الناس؟ يعني الحقيقة جرت المحاولات العديدة في هذا الجانب. ولا أرسلتوها، قول لي إن أنا أبغاك تقول لي الآن الحقيقة، ما أرسلتوها، حاولتوا في مستشفيات رفضت صح ولا لا؟ لا الحقيقة ما في رفض كان في هذا الأمر. ممتاز، يعني أنتم ما أرسلتوا أصلا، ما همكم أنه ترسلون رغم الخطأ الطبي، ما همكم أنكم ترسلون صح؟ هو لم يحدد الخطأ الطبي أستاذ الكريم. طيب أوكي ما هو بخطأ طبي، أنا أقول لك أن هي تبلتكم، ممتاز؟ أنا أسألك سؤال جاوبني عليه، ليش ما أرسلتوها لمستشفيات ثانية هنا؟ أنا ترى أتكلم معك الآن مش كمسؤول، أكلمك كأب الآن، لو صار وقدر الله على واحد من عيالك ترضى باللي صار؟ نعم في الواقع لا. طيب خلاص هذا جوابك، شكرا لك، يعطيك العافية، وأتمنى أنكم يعني انكم تزورون اهلها، تجبرون بخاطرهم بما انكم ما اشتغلتوا على موضوع نقلها لمستشفى اصلا تخصصي يهتم بحالتها. شكرا لك.